السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. جينا نكملوا مع بعض عمل تاع المفرش أو البياسة، كل وحدة وكيفاه تسميها. كنا نواصل حتى يصير عندنا 12 غرزة. أنا كملت الأسطر حتى صار عندي هنا 12 غرزة. راح نواصل هنا، راح يكون بداية السطر. نطلعوا كنا باتنين سلاسل ونلف الخيط في أول غرزة طلعنا بها، نعملو عمود هكذا. ترجع الغرزة في الوسط نفس الشيء، نطلعو بغرزة ونعملو 2 غرز حشو هنايا. هنا أخواتي في هذا السطح يكون عندنا 13 غرزة حشو. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. في هذا السطر راح يكون عندنا 13 غرزة حشو. هنا الفرق أخواتي، كنا نعملو هنا 5 سلاسل نطلعو بهم، هنا في هذا السطر هنطلعو ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. راح نجي لهذا الفراغ ونعملو 2 غرز حشو ونواصل بنفس الطريقة أخواتي. راح يكون هنايا 13 غرزة حشو مع 2 غرز حشو. هنواصل بنفس الطريقة، كنا في هذا السطر يرجعوا هنا 6 سلاسل. هنا كنا نطلعوا ب5، هنا نطلعوا ب6 سلاسل. واصلت أخواتي السطر بنفس الطريقة، كنا الفرق هنا راح يكون عندنا 13 غرزة حشو 6 سلاسل. 13 غرزة حشو، هنا راح نطلعو ب3 سلاسل. 1 2 3. نلف الخيط نعمل عمود في أول غرزة نطلعو بها دائما، ترجع الغرزة في الوسط هكذا أخواتي. نطلعو بسلسلة هنا كذلك، نعملو 2 غرز حشو هكذا. راح نواصل بنفس الطريقة، عندنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. في هذا السطر أخواتي راح ترجع عندنا 14 غرزة حشو. هنا أخواتي انتبهوا مليح، راح نطلعو ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. نرجعو نطلعو ب6 سلاسل. هنا أخواتي ندخل لهذه الحلقة، راح نعمل غرزة حشو هكذا. 1 2 3 4 5 6. في نفس الفراغ أخواتي راح نعمل 2 غرز حشو ونواصل بنفس الطريقة، 14 غرزة حشو. راح يكون في هذا الفراغات هنا مثل هذا العمل، 6 سلاسل غرزة حشو 6 سلاسل ونواصل العمل بنفس الطريقة. راح نكمل أنا العمل، راح يكون العمل تاعنا في هذا السطر هكذا. أخواتي وصلت هنا 14 غرزة حشو 6 سلاسل، غرزة حشو 6 سلاسل، 2 غرز حشو، ونواصل بنفس الطريقة أخواتي حتى نهاية السطر. انتبهوا هنا أخواتي جيدا، هنا أخواتي نطلعوا ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. كما قلنا هنا غرزة حشو كذلك 6 سلاسل. 1 2 3. هنا راح نرجعو الغرزة في الوسط أخواتي، 3 سلاسل في أول غرزة نطلعو بها دائما، راح نعمل عمود هكذا، ترجع الغرزة في الوسط. الآن أخواتي راح نطلعو ب3 سلاسل. 1 2 3. أول عمود 1 2 3 4 دي المسافة أخواتي. هنا راح نخلفو أول غرزة ما نخدموهاش، ماشي كيما
كنا نخدمو 2 غوز في الفراغ. لا هنا الحين اول غوزة ما نخدموهاش، ننتقل الى الغوزة الثانية ونعمل غوز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. والأخيرة كذلك ما نخدموهاش، ما نخدموش الأولى والأخيرة، نقصوا في عدد الغوز، نراجعوا 12 غوزة حشو. ده هنا الآن راح تكون المسافة، قلنا 4 غوز، 1 2 3 4. راح نلف الخيط في هذا الفراغ، نعمل عمود، 1 2 3 4. نلف الخيط في هذا الفراغ، نعمل عمود هكذا، 1 2 3 4. ننتقل مباشرة إلى الغرزة الثانية. الأولى ما نخدموهاش، نقص الحين، نقصوا غرزة من الأمام، والغرزة العادية من الخلف هذه الأخيرة دائما كنا ما نخدموهاش، ترجع عندنا 12 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. والأخيرة ما نخدموهاش، هنايا أرجع عندنا العدد 12 غرزة، 1 2 3 4. نلف الخيط في هذا الفراغ، عمود، 1 2 3 4. نلف الخيط في هذا الفراغ، عمود، 1 2 3 4. مباشرة للغرزة الثانية، راح نعمل 12 غرزة حشو. هذا هو العمل تاعنا أخواتي في هذا السطر، 4 سلاسل عمود، 4 سلاسل عمود، 4 سلاسل. ننتقل مباشرة إلى الغرزة الثانية، راح نقص غرزة من الأمام وغرزة من الخلف. وصلت أخواتي بنفس الطريقة السطر هذا كما قلت لكم. هنا راح نكفلوا السطر، انتبهوا مليح أخواتي، عندنا هنا كنا نطلعوا 4 سلاسل، 1 2 3 4. لف الخيط، ندخلوا إلى هذا الفراغ بعمود، 1 2 3 4. ونلف الخيط وندخلوا لهذا الفراغ بعمود هكذا. هنا أخواتي رجعنا نطلعوا 4 سلاسل، باش نرجعوا الغرزة للوسط نطلعوا بسلسلة واحدة هكذا، ونلف الخيط. كنا هنا طلعنا ب3 سلاسل كأول عمود، 1 2 3. في ثالث غرزة نعملو عمود هكذا أخواتي، رجعت هنا الغرزة في الوسط، انتبهوا مليح كما تشوفوا في المفرش هذا، عندنا هذا العمل هنا، العمل هذا في الوسط هنا نخدموه هكذا، نطلعو بسلسلة ونعملو عمود في ثالث غرزة ونواصل. هذا هو العمل تاعنا اخواتي، نفس الشيء راح نطلعو ب3 سلاسل، 1 2 3 يعتبر عمود، 1 2 3 4 المسافة، ونلف الخيط راح نعملو هنا عمود هكذا هنا، ونوسعو في هذه البلاصة، في هذه حنخدمو هذه، في نفس الوقت نقصو في عدد السلاسل هنا. والآن 1 2 3 4، وننتقل مباشرة إلى الغرزة الثانية بغرزة حشو هكذا، راكم تلاحظوا أخواتي كذلك هنا حين نقصو غرزة حشو هنا وما نخدموش الأخيرة، راح يجي عندنا 1، هنا عندنا 12، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8
تسعة عشرة، جاوبنا هنا عشر غوص حشو، الأولى ما خدمناهاش والأخيرة. وهنا أخواتي نضرب أربع سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نلف الخيط في هذا الفراغ أخواتي، نعملو عمود، واحد اثنان ثلاثة أربعة، في هذا الفراغ أخواتي راح نعملو عمود هكذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نلف الخيط أخواتي في نفس الفراغ هذا عمود هكذا. إن شاء الله تكون واضحة معكم. هنا فقط كتفهموا هاد كيف هتكفلوا السطر، هادو يجيكم سهلين. واحد اثنان ثلاثة أربعة، في هذا الفراغ عمود هكذا، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نذهب مباشرة إلى تاني غرزة حشو، هذه ما نخدموهاش أخواتي. هنا راح نعمل كنا 10 غرز حشو، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، الأخيرة أخواتي ما نخدموهاش، وجودنا هنا 10 غرز حشو، ونواصل عادي جدا إن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا الطريقة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نلف الخيط في أول فراغ يصادفنا عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في الفراغ الموالي عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في نفس الفراغ أخواتي عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في الفراغ هذا اللي هنا عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة. نذهب مباشرة إلى تاني غرزة، ما نخدموش الأولى، تاني غرزة ونعملو 10 غرز حشو. هذا هو العمل تاعنا أخواتي في هذا السطر. وصلت أخواتي بنفس الطريقة كما فوتناها مع بعض، كما قلت لكم أنا أربع سلاسل غرز عمود، أربع سلاسل عمود، أربع سلاسل في نفس الفراغ عمود، أربع سلاسل عمود في الفراغ الموالي، أربع سلاسل. ننتقل مباشرة إلى الغرزة رقم اثنين ونعمل 10 غرز حشو. هنا أنا راح نكفلو السطر أخواتي، طلعوا بأربع سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أول فراغ عمود، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثاني فراغ عمود هكذا أخواتي، واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة، راح يكون هنا أخواتي عمود، هنطلعو بسلسلة ونلف الخيط كما قلت لكم، هادو ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اللي نطلعو بهم نعملو فيهم عمود، وترجع الغرزة في الوسط هكذا أخواتي. أربع سلاسل عمود في أول فراغ، أربع سلاسل عمود في ثاني فراغ، أربع سلاسل في هذا الفراغ عمود، نطلعو بسلسلة ونعملو عمود في ثالث سلسلة هنا، ترجع الغرزة في الوسط. نفس الشيء أخواتي، نطلعو واحد اثنان ثلاثة عمود، واحد اثنان ثلاثة أربعة بالمسافة، نلف الخيط أخواتي في أول فراغ هنا راح يكون عمود هكذا، واحد اثنان ثلاثة أربعة، في هذا الفراغ كذلك راح نعمله عمود هكذا، واحد اثنان ثلاثة أربعة. ننتقل مباشرة إلى الغرزة الثانية، عندنا هنا واحد ثانية ونعملو هنا حين نجد 8 غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة
خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. الأخيرة ما نعملوهاش. 1 2 3 4 في أول فراغ عمود، 1 2 3 4 في ثاني فراغ عمود، هكذا أخواتي. 1 2 3 4 في هذا الفراغ عمود موالي، 1 2 3 4 في نفس الفراغ أخواتي عمود، هكذا. 1 2 3 4 في الفراغ الموالي عمود، 1 2 3 4 وهنا آخر فراغ راح يكون عمود، كذلك 1 2 3 4 وننتقل أخواتي مباشرة إلى ثاني غرزة حشو. هذا هو أخواتي العمل تاعنا في هذا السطر كما راكم تلاحظوا. راح أواصل أخواتي. وصلت أخواتي بنفس السطر، هنا كنا عندنا 8 غرز، يتبقون 8 غرز حشو. والعمل يكون 4 سلاسل عمود في أول فراغ، 4 سلاسل ثاني فراغ عمود، 4 سلاسل في ثالث فراغ عمود، 4 سلاسل في نفس الفراغ عمود، 4 سلاسل في الفراغ الموالي عمود، 4 سلاسل في آخر فراغ عمود، و4 سلاسل ننتقل مباشرة إلى الغرزة الثانية ونعمل 8 غرز ونواصل بنفس الطريقة. راح نقفل هنا أخواتي السطر، انتبهوا مليح. 1 2 3 4 في أول فراغ عمود، 1 2 3 4 في ثاني فراغ عمود، واحد اثنان ثلاثة أربعة في ثالث فراغ عمود أخواتي، 1 2 3 4 في هذا الفراغ الرابع راح يكون عندنا عمود. نطلعوا بسلسلة، وصلنا إلى هنا إلى 3 سلاسل اللي طلعنا بهم، راح نعمل عمود، 1 2 3 في ثالث سلسلة ترجع الغرزة في الوسط هكذا، يرجع نفس العمل أخواتي. هذا هو هنا كذلك نفس الشيء، راح نطلعوا 3 سلاسل، 1 2 3 3 سلاسل أول عمود وأربعة المسافة، 1 2 3 4. راح نلف الخيط في أول فراغ، راح يكون عندنا عمود، 1 2 3 4 في ثاني فراغ عمود، 1 2 3 4 في ثالث فراغ عمود، هكذا 1 2 3 4 وننتقل مباشرة إلى الغرزة رقم 2. راح يكون عندنا هنا، كانوا عندنا 8 غرز حشو، راح يكون عندنا 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. نطلع ب4 غرز حشو، 1 2 3 4 في أول فراغ عمود، 1 2 3 4 في ثاني فراغ عمود، 1 2 3 4 في ثالث فراغ عمود، هكذا أخواتي، 1 2 3 4 في رابع فراغ عمود، هكذا، 1 2 3 4 في نفس الفراغ، هذا الوسط أخواتي دائما، في نفس الفراغ راح يكون عندنا عمود هكذا، 1 2 3 4 في الفراغ الموالي عمود، 1 2 3 4 في الفراغ الموالي كذلك عمود، 1 2 3 4 في الفراغ الأخير عمود، 1 2 3 4 وننتقل مباشرة إلى الغرزة الثانية. راح يكون عندنا هنا 6 غرز حشو. هذا هو العمل في هذا السطر أخواتي. كما راكم تلاحظوني نخدم فيها معكم خطوة بخطوة، خاصة للمبتدئات لأنهم نمشي معهم خطوة بخطوة.
خطتي هذا هو السطر، حنتوقف هنا في 6 غرز. شوف راح نواصل ان شاء الله في جزء قادم باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.